أفق لا ينتهي من نشر المعرفة. العتبة العباسية المقدسة تستمر بعطائها الثقافي من خلال ملتقى القمر الثقافي الذي واصل نشاطاته في معظم محافظات العراق، إذ أقام مؤخرا ملتقا حواريا في منطقة المهناوية في محافظة بابل بالتعاون مع مركز الإمام الحسين عليه السلام المختص بهذا المجال في المنطقة نفسها. ملتقى الثقافي الأسبوعي تحت عنوان مهارات الأفكار. هذه اللقاءات هدفها لتقريب أفكار الشباب والعمل المشترك بين العتبة العباسية والمركز، بين الملتقى الثقافي تابع العتبة العباسية وبين مركز الثقافي مركز الإمام الحسين الثقافي في منطقة الهناوية بابل. دأب مركز ملتقى القمر الثقافي التابع إلى العتبة العباسية المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية على إعطاء المحاضرات للأخوة الشباب، ونحن اليوم في منطقة المهناوية بابل بدعوة من الشيخ حاتم الطائي معتمد المرجعية الشريفة العليا في النجف الأشرف ومركزه مركز الإمام الحسين عليه السلام، التقاء أسبوعي مع الأخوة، وتناولنا كمرحلة أولى في الفكر والتفكر ومهارة التفكير، ووجدت لهم إن شاء الله تعالى الصدى والتفاعل في هذه المحاضرة. ملتقى شباب المهناوية الأسبوعي عنوان لمجموعة من الجلسات الحوارية الثقافية للشباب التي تتضمن محاضرات تثقيفية وتنموية للفكر والعقيدة، وتزيد من المعرفة لتكون حائط صد للحركات التضليلية. الحمد لله استفادنا من هاي الدعوة اليوم من العصف الذهني والأمور الخاصة بالخيال، التصور الذهني على مستوى يعني مستوى التفكير اللي موجود عندنا إن شاء الله. فمنطقتنا كانت بحاجة إلى هذه الصراحة الأمور الفقهية، وتفتقر إلى هيك أمور. العتبة يعني بادرت الحمد لله بهذا الموضوع، الملتقى الثقافي اللي بالمهناوية، والحمد لله استفادنا من هذا الموضوع. اهتمامات العتبة العباسية المقدسة بالجوانب الثقافية لأنها من أساسيات تقدم المجتمعات، فعملت باستراتيجية لتساهم في ذلك من خلال عدة مشاريع متخصصة، من بينها ملتقى القمر الثقافي الذي يعد محطة معرفية بوجود مدربين مختصين لتنشر عطائها في عموم البلاد.